ليه في واحد فاضي التردد والخوف في هذا. في 2014 صعد رقم آخر عدد المصابين بالإيدز نتيجة ولو بدون رابط شرعي أو معاشرة بين رجلين أو امرأتين. مجالس الأمهات طبعا اليوم هو اليوم العالمي للإيدز، يكون هناك في برامج تثقيفية وتوعية مشتركة للمؤسسات التعليمية وبين الخدمة الاجتماعية للقضاء على هذه الظاهرة والقضاء على الظاهرة واتصالنا مع مركز الوطني لمكافحة المخدرات ليكون القضاء على هذه الظاهرة بطريقة علمية حضارية تثقيفية داخل المؤسسات سواء كان من ناحية التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي أو الدنيا. كثير من المدارس حتى في الحمله اللي بدينا هذا المناسبه بيوم احياء اليوم العالمي للإيدز قام داخل مدرسه المنار وشاركت فيها عدة بلديات لكن كان المفروض تكون اكثر المشاركات لان اللي شاركوا اليوم اللي هي ترابس المركز برسومات الاطفال وعمل مجسمات وشاركت بوسليم وعين زهرة. يعني أمنيتي أن شاركوا جميع البلديات حتى لو بلوحة واحدة من كل بلدية. الشكر كبير لإدارة العامة للنشاط على مستوى ليبيا ووحدة الصحة اللي هي الأستاذة فوزية اللي قامت بهذه البادرة، مراقب تعليم طرابلس المركز، مكتب نشاط طرابلس المركز، مكتب نشاط بوسليم، عين زهرة. ونتمنى أن يكون المعرض الجاي للسنة القادمة في نفس اليوم في نفس التوقيت يكون أحسن ويعني وجدة، ولكن نتمنى أن تكون حتى مشاركة الطفل. Thank you.